وهذا هو الطبق النهائي ها هو كيفاش جا درته على هذا الشكل اللي بغيتو بغيتو ديروه هكا كعائلي العائلة كامله تخليوها هكا او ممكن فردي ها هما وريتكم فرديين درتهم في السيليكون او ممكن كويرات كما قلت لكم في العام اللي فات انني ما كنبغيش هذيك القضيه وماشي مزيانه ديال الناس كي في تبصيل وكي كل شيء للسطل ولا شي واحد كيشيط عليه وكي مهم ماشي زوينة ديك القضية ماشي صحية ماشي مزيانة اذا هكا كتعطيو كل واحد طريف ديالو كتقطعو بالموس من الاحسن طريفات صغار واللي بغى يزيدو يزيدو واللي ما بغاش كيكتفي بهذاك القدر او هكا كما قلت لكم اما في صغار